المرسل أحمد سعيد من اليمن يقول: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، فقيل له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بالعمل. فكيف نوفق بين الآية والحديث؟ أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يدخل أحد الجنة بعمله، مع قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فظاهر الآية أن دخول الجنة يكون بالعمل، وظاهر الحديث أن دخول الجنة لا يكون بالعمل وإنما يكون برحمة الله. والجمع بينهما أن الآية معناها باء السببية، أي بسبب ما كنتم تعملون. وأما الباء في الحديث أن يدخل أحدكم الجنة بعمله فهي باء العوض، فليست الجنة عوضا عن العمل، لأن العمل قليل والجنة عظيمة، فلا يكون دخولها عوضا عن العمل. ولو حوسب الإنسان على النعم التي أنعم الله بها عليه ووزنت مع عمله لم يكن عمله شيئا يذكر بالنسبة للنعم التي أنعمها الله عليه، فلذلك ولا يدخل الجنة بعمله، يعني بثمن عمله وعوض عمله، وإنما يدخلها برحمة الله، وإنما يكون العمل سببا لرحمة الله سبحانه وتعالى له. نعم.